بالنسبة لسكان جماعة ولاد سعيد بإقليم سطات، فإن الطريق رقم 36-13 تكتسي أهمية بالغة بالنسبة إليهم، فهي تربط بين الطريق الإقليمي سطات الجديدة وسد إمفوت عبر ولاد سعيد ومزورة. إصلاح الطريق من أهم مطالب الساكنة. عرقالة ديال الطريق الشانتي ما مصاوبش مزيان، وليداتنا وليدات الدوار، دوار الصخر والدوسمة ودوار الحاج، يعني بنادم كل شيء وليداتهم معذبين، كيغرقوا في الماء في الغيس. هذه الطريق راه هي اللي كدي الدراري وكتجيب وترونسبورات، ما كيبغيوش يمشوا لنا مع هذه الطريق على حساب الحفار، والشانطي ما كاينش ومقطعه. كولاد البلاد كنعيشوا هنا، كنعانيوا من الطريق سنين، هذه من النهار اللي تصايبت ضربت شي عام وخسرات، من تما وحنا كنعانيوا كساكينه. كنمشيو هي اللي نافعانا، كنمشيو من السوق كدراري ديال المدرسه. الوضعية الحالية للطريق لا تشجع على تيسير التواصل الإنساني والارتقاء بالتنمية المحلية، وكل إصلاح لها مرحب به. هذه الطريقة سيدي مكرفصة، ومكرفصانا ومكرفصة أولادنا، وتا واحد ما يجي عندنا من أجل الطريق خاسرة. ضربت واحد المسافة نقول لك واحد 13 كيلومتر، درت فيها شي ساعة لارو، عرفتوا في الجند ديال الطريق، جاي في الجند ديال الطريق، ما جايش في كما تتشوفوا، راه الطريق مكرفصه بزاف وكلها حفاري وكلها الفلاحه كيعانيو، بغا يجيبوا العف، بغا يديو البهايم ديالهم للسوق، بغا يمشيو للسوق، التلاميذ لا بغاو يمشيو للمدرسه. هذه الطريق راه رئيسيه، من هنا شتي من هذه الطريق هذه كيمشي حتى لحد مزوره وكيدور وكيدرزوا لمراكش، وكيمشي لعين فود، براج العين فود حتى هو كيمشي ليه، الصياده كيمشيو للغابه كيصيدوا. ليلا ولسوء حالة الطريق ترتفع أسعار وسائل النقل، كما أن الأحوال تسوء في موسم تساقط الأمطار.